الخير يا هايدي. أنا قادمة يا أخي. هيا أسرع يا هايدي. أسمعك سوف أسبقك. هايدي وبيتر شقيقان يسكنان في جبال الألب. توفي والداهما في حادث حافلة عندما كانا ذاهبين إلى المدينة، لكنهما مع ذلك لم يكونا حزينين، لأنهما يعيشان مع جد عنيد لكنه طيب في الوقت نفسه. كان عند هايدي كثير من الأصدقاء، الأشجار والغيوم والزهور والعنزات. عاش شقيقان هايدي وبيتر في منتهى السعادة في أحضان طبيعة جبال الألب الجميلة. ظهرت السيدة ديردي وهي من أقرباء هايدي، فأخذت هايدي وفرقتها عن أخيها وجدها على كره من هايدي. اصطحبت السيدة هايدي إلى بيت السيد زيزرمان لتسكن في منزلهم في مدينة فرانكفورت. ظنت ديردي الطماعة أنها إذا جعلت هايدي في منزل الثري فستحصل عندئذ على بعض المال، فكذبت على هايدي وأوهمتها أنها تستطيع العودة إلى الجبال متى أرادت. ولم تكن هايدي سعيدة مع أنها عاشت في هذا البيت الثري، لأنها فارقت الجبال والسعادة معا. أما في مدينة فرانكفورت فقد جلست هايدي في منزل زيزرمان والذكريات الجميلة لا تفارقها. تفضل ادخلي. كان على هايدي أن تكون صديقة لكلارا ابنة السيد زيزرمان المقعدة لتسليها وتبعد عن نفسها الحزن والكدر. ما اسمك؟ هايدي. قالت السيدة ديردي إن اسمك أدر هايد. لا، بل أنا اسمي هايدي. أسلوبك فظيع يا فتاة، وتبدين صغيرة السن ولا تصلحين أن تكوني صديقة للآنسة كلارا. لا بأس، لا بأس يا أنسة رودنيما. سنكون أنا وهايدي صديقتين جيدتين، أليس كذلك يا هايدي؟ وهل بيتر لطيف إلى هذه الدرجة؟ نعم يا كلارا، وهو أيضا أكول جدا. وأصبحت هايدي وكلارا صديقتين. هايدي، توفيت أمي قبل مدة طويلة، ومن يومها لم يعد أحد يهتم بي، فأبي مشغول دائما بعمله، وأنت من جعلت البسمة تعود إلى شفتي من جديد. أنت صديقة جميلة ورائعة، لقد أعدت إلي الأمل، ولذا أنا أحبك. خبز أبيض؟ أيمكنني أخذ واحدة؟ شكرا. وما هذا؟ إنه سمك مشوي يا أنسة هايدي. ماذا يعني سمك؟ هايدي، الظاهر أننا لن نكتفي بتعليمك القراءة والكتابة، بل علينا أن نعلمك السلوك الجيد. اسمعي جيدا يا هايدي، ممنوع أن تتحدثي إلى سيباستيان في أثناء الطعام، وإذا احتجت إلى شيء ما فقولي من فضلك لو سمحت. سيد سيباستيان، هل فهمتي؟ ثانيا، الخبز. الخبز لم يصنع للجيب بل ليؤكل، فأخرجي الخبز الذي وضعته في جيبك. أردت أن يتذوقه جدي عندما أعود إليه. وأخيرا، ممنوع أن تقولي أي شيء يخالف أوامري، لأنني مديرة هذا المنزل وعليك أن تنفذي. حسنا.
كثير حولي. سأذهب الآن كي أبحث عن ضوء الشمس. لم تكن في بيت جد هايدي ستائر تحجب ضوء الشمس. كان الصباح في الجبال مشرقا جدا، وأشعة الشمس تسطع عليه من أول النهار. لا أرى شيئا. ها؟ صباح الخير من فضلك. صباح الخير آنسة هايدي. عندي طلب يا سيباستيان أو يا سيد. أرجو المعذرة آنستي، ولكن ماذا يعني يا سيد أو يا سيباستيان؟ أوضحي. يجب علي أن أقول ذلك. أم تريد أن تعاقبني الآنسة روتنيما يا سيد أو يا سيباستيان؟ تستطيعين أن تناديني بما شئت، فنحن وحدنا الآن يا هايدي. قلت إنك تريدين أن تطلبي شيئا، فهل أستطيع معرفته؟ أريد أن ترفعني على تلك النافذة لأنظر منها إلى خارج المنزل. هذه أعلى نافذة في المنزل يا هايدي. مختلف عما كنت أتوقع أن أراه. ماذا تعنين بمختلف؟ كنت أظن أنني أستطيع أن أرى الأشجار والجبال والمرعى الأخضر، ولكنني لم أرى شيئا من هذا. اشتاقت هايدي إلى رؤية جبال الألب العالية الخضراء، وحزنت لأنها لا تستطيع أن تتحدث عن هذا إلى كلارا. بدأت الغيوم بالرحيل، وذهب الشتاء وتوقف المطر، وظهرت الأزهار الجميلة على وجه الأرض، وحان الوقت لتبدأ زقزقة العصافير ونسمع هديل الحمام في أرضنا. هايدي، هايدي. ها؟ إذا بقيت أفكارك تذهب بك بعيدا، فلن تستطيعي أن تتعلمي معنا الأحرف أبدا. هيا لنتابع الدرس وانتبهي على الأحرف. الحرف A ماذا يمكن أن يشبه؟ ها؟ القرون. ها؟ يشبه قرون التيفيسوان. ترى ما أخبار عن ذات الحبيبات؟ وهل هن الآن في المرعى مع بيتر؟ كان شوق هايدي إلى الجبل والحياة فيه يشتد يوما بعد يوم، وجاء يوم حضرت فيه جدة كلارا لزيارة حفيدتها. هايدي تثير المتاعب منذ حضورها إلى المنزل. لقد صعدت إلى مكان مرتفع وقالت إنها تريد أن ترى الأشجار، ولا أدري من أين أحضرت قطة وسلحفات، وفوق كل هذا أخذت تلعب معهما، وأخيرا أدخلت عازفا متجولا إلى البيت ليعزف لها، وهي لا تريد أن تحفظ الحروف ولا تريد تعلم الكتابة. لم أصادف في حياتي كلها من هو أغرب ولا أعجب منها. ما العمل يا سيدتي؟ أحضرت هذه الهدية لك، فافتحيها يا عزيزتي. لا تبكي يا صغيرتي الحلوة، أعلم أنك تذكرت أهلك وبلدتك الجميلة. هذا الكتاب سيأخذك إلى الجبال والأشجار والمراعي والهواء النقي، وهذا كله إذا عرفت كيف تفككين رموزه. أجمل شيء في الدنيا أن نتعلم الأحرف والكلمات ونقرأ الكتب والقصص. هذا ما عنته الجدة بقولها لهايدي: العلم متعلق بالقراءة، والقراءة متعلقة بالأحرف. والآن
ألا تريدين أن تعلمي ماذا سيفعل هذا الذئب مع هذه الأغنام؟ وما الأشياء الغريبة التي ستحدث؟ بلى يا جدتي، أريد أن أعرف كل ما سيحدث. منذ ذلك اليوم بدأت هايدي تبذل جهدا مضاعفا. ساعدني يا إلهي، أريد أن أتعلم كيف أقرأ، وأريد أن أعود إلى جبال الألب في أقرب وقت ممكن. أرجو المعذرة، ولكن هايدي ترى ما الذي فعلته هذه الفتاة المشاغبة؟ لم تفعل شيئا، ولكن أقصد يعني تعلمت القراءة والكتابة، أليس كذلك؟ كيف عرفتي؟ مستحيل. والد راعي الغنم ينظر إليه، وعندما ينظر يمتلئ صدره بالاعتزاز. قراءة صحيحة؟ يبدو أن هايدي مجتهدة جدا. الحمد لك يا رب، فقد ساعدتني على تعلم القراءة، وأسألك أن تساعدني كي أعيش مع جدي، فأنا لا أريد العيش هنا. يا ربي أعدني إلى جدي وأخي. جدي، الحمد لله. هايدي ما بك؟ شبعتي؟ شبعت يا جدتي. هايدي، ما هذا؟ أنسة هايدي، يبدو أن شعور هايدي بالغربة قوي جدا، لذلك مرضت وصارت تمشي وهي نائمة من دون أن تشعر بذلك. المسكينة تريد العودة إلى بيتها. جدا
جدي. شكرا لك. شكرا. لا شكر على واجب. كان الحق معك حينما أصررت على العودة إلى جبال الألب يا هايدي. صحيح، النجوم هنا تخاطبك. هذا الحليب مفيد لك يا أنسة كلارا، فحليب الغنم الطازج سيعطيك القوة والصحة بالهناء والشفاء. إنه لذيذ جدا. كان جد هايدي يعتني بكلارا كل يوم، وكانت كلارا تتحسن شيئا فشيئا ويوما بعد يوم. أخذت هايدي كلارا إلى المرعى لتشاهده أول مرة. حمل جد هايدي كلارا وذهب بها إلى المرعى وقال إنه سيعود في المساء ليحملها إلى المنزل. يا إلهي، ما أجمل هذا المكان. أهلا بك أيتها الماعز. كلارا، أنا قادمة إليك يا صديقتي. لنذهب إلى ذلك التل، سأحملك على ظهري. أرجوك يا هايدي، لا أستطيع الذهاب معك يا صديقتي، فأنت صغيرة ولا تستطيعين حملي. طيب، ما رأيك أن تمشي معي إلى هناك؟ بيتر، تعال إلى هنا. ماذا هناك يا هايدي؟ تعال وستعرف. هيا، حاول النهوض الآن. كتبت هايدي وكلارا رسالة إلى الجدة تخبرانها فيها أنهما في انتظار زيارتها مع والد كلارا، لكنهما أبقيا قدرة كلارا على المشي سرا. إنه أبي. أبي، أنا هنا يا أبي. كلارا، لا أصدق. واقفة. أبي، جدتي. إنها تمشي أيضا وليس حلما. أبي، أبي. كلارا. أبي. صغيرتي، الحمد لله. الحمد لله. أنا أمشي يا أبي. أجل، لقد ساعدتني هايدي، ساعدتني حتى مشيت. نعم، أنا أراك، أراك جيدا. شكرا لك يا هايدي، شكرا لكم جميعا.
لا أعرف كيف أعبر لكم عن امتناني. شكرا لكم، أنتم طيبون جدا. بل نحن السعداء يا سيد زيزمان، لأن كلارا استطاعت بفضل الله أن تقف على قدميها من جديد. وأصبحت تعتمد على نفسها. هايدي، أنا أحبك يا صديقتي. وعاشت الصديقتان معا، لا تفارق إحداهما الأخرى إلا في فصل الشتاء، لتلتقيا في كل ربيع من جديد.